يعني اختيار كمان يوم 1/6 اختيار موفق جدا من كابتن محمود الخطيب ومن مجلس اداره النادي الاهلي، في نفس الوقت اللي النادي الاهلي بيعمل فيه الانجازات العظيمه دي، في نفس الوقت هو بطل السوبر المصري وبطل كاس مصر ومتصدر الدوري المصري، وبكره هيلاعب مباراه مهمه جدا مع الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. الاهلي كمان بينظم بطوله كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد في مصر. الاهلي كمان بيفوز على الاتحاد السكندري في بدايه نهائيات دوري سوبر السله الرجال، وكمان البنات بيفوزوا على الجزيره في السله. الاهلي بيبني وبيضيف للبنيه التحتيه للرياضه المصريه وبيحقق وعوده لجمعيته العموميه ولجماهيره، انما دايما بيشتغل وبيحقق انجازات، وبفضل الانجازات دي دايما على القمه. الاهلي زي القطر لا بيقف ولا بيهدى، الاهلي ما يعرفش غير العمل والاجتهاد بشرف وبامانه، عشان كده الاهلي دايما بطل والاهلي دايما على القمه، وجهه مشرفه للرياضه المصريه. واي اهلاوي فخور بانتمائه للنادي الاهلي نادي القرن، فخور بكل اللي الاهلي ومجلس ادارته بيعملوه خلال الفتره دي والفترات السابقه كمان، وهيفضل الاهلي مرادف للعمل والانجاز والبطولات. كل الكلام ده كان لازم اقوله قبل بدايه حلقتنا النهارده، والحقيقه الفخر اللي الواحد بيحس بيه في انتمائه للنادي الاهلي، سواء بالانجازات اللي بيعملها النادي الاهلي من بطولات ومن مكاسب للالعاب كلها على مستوى كل الالعاب حقيقه، كمان الانجازات اللي بيقدمها النادي الاهلي للدوله المصريه من بنيه تحتيه وانشاءات حاجه على اعلى مستوى وحاجه على مستوى عظيم جدا. الاهلي جزء من الدوله المصريه وبيمشي على خط الدوله المصريه وبيمشي على سياسه الدوله المصريه، لا ينفصل عن سياسه الدوله ابدا. النادي الاهلي جزء من سياسه الدوله، والنادي الاهلي دايما طول عمره هو السباق للانديه المصريه كلها.